السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، يا رب تكونوا بخير. فيديو النهاردة هيبقى من محل اسمه هوم ديبو. المحل ده مشهور جدا في أمريكا هنا لتجهيز البيوت، يعني أي حد بيعمل بيته من الأساس، عايز أرضيات، عايز حوائط، عايز دهانات، عايز أخشاب، حتى البيوت نفسها، يعني مكونات بنا البيوت نفسها موجود في الستور ده. يعتبر هو أشهر ستور، هو والستور التاني نفس الموضوع اسمه لوز، الاتنين دول هما المشهير جدا هنا في أمريكا. وفي طبعا قسم كبير قوي للنباتات زي ما انتوا شايفين. أنا النهاردة صورت في قسم النباتات بس، على أول موسم الربيع أو الصيف بيبقى ده موسم شراء النباتات والتجديدات، يعني بتروح تلاقي كمية كبيرة جدا، تحتار تجيبي ايه. يعني في قسم كبير جدا حتى خارجي في المحل ده، اوت دور، يعني في نباتات وفي نباتات برضو اندور. في كتير بقى من الناس اللي عندها جناين مثلا بتحب بقى تزرع فيه اشجار، فواكه، ورود، حاجات زي كده. واللي برضو ما عندوش جناين او ما عندوش بيت، يعني ساكن في شقة، برضو ممكن تجيبي نباتات للبلكونات، نباتات داخلية حتى زي ما انتوا شايفين مجموعة أزهار ما شاء الله شكلها مريح للأعصاب. ممكن بقى تزيني بيتك بشكل زي دي بسيطة، مش لازم يكون عندك خارجي، ممكن في بلكونة أو ممكن حتى في أي حتة فيها إضاءة كويسة في البيت عندك. وبرضو ممكن تستخدمي النباتات دي مش للزينة بس، في نباتات كتيرة ممكن تستخدميها في بيتك، منها بتدي شكل حلو وريحة حلوة في نفس الوقت بتستخدميها في البيت، زي مثلا الأعشاب كلها، البقدونس، الكزبرة، الشبت، الحاجات المنوعة دي، حتى الريحان والنعناع برضو بيدي ريحة حلوة قوي في البيت وبتستخدمي استخدامات في المطبخ. في برضو اللافندر برضو بيدي ريحة حلوة قوي، يعني الحاجات دي كلها سهلة الزراعة اندور. وممكن بقى تعملي احواض بسيطة لو عندك بلكونة، ممكن تعملي احواض بسيطة برضو للحاجات اللي بنستخدمها يوميا، يعني ممكن تجيبي شتلة واحدة او اتنين مثلا طماطم، في الفلفل الرومي او الفلفل الطويل اللي بيبقى حراق شوية، يعني الحاجات دي برضو مش عايزة مجهود يعني كتير ومش عناية كتير قوي. زي ما انتوا شايفين طبعا ورد كتير ما شاء الله، مجرد بس تلفي في المكان ده أعصابك بترتاح. وطبعا بيوفروا بقى مع النباتات دي الحاجات اللي يعني زينة النباتات، يعني زي آثار الزرع للنباتات، حتى القعدات الخارجية بيوفروها برضو عشان ده طبعا الموسم. انا وانا بمر كده لقيت الفراشه الكبيره دي، ما شاء الله هي مش باينه انها كبيره قوي في الصوره بس هي كبيره قوي، حبيت اصورها. هو النبات ده مكتوب عليه انه جاذب للفراش، النوع الازهار اللي وريتها لكم دي. في هنا برضو مجموعه كبيره من الصبار ما شاء الله، اشكال كتيره قوي، يعني في اشكال منها مشهوره وفي اشكال منها اول مره اشوفها. طبعا ميزه الصبار زي ما انتم عارفين انها بيعيش، يعني حتى لو نسيتي ترويه ولا حاجه بيقعد معاكي فتره طويله جدا، ما بيش بيموت بسهوله. كل دي صبارات، وكل الصبارات دي هم عاملينها اندور، يعني ممكن تستخدميها عادي في بيتك جوه، هم حتى مش حاطينها في الشمس بره. سبحان الله اشكال كتيرة، دي برضو صبارات، عاملين احواض بقى جاهزة فيها كذا نوع من الصبار، برضو عجبتني الفكرة دي.
هنا برضو دي احواض اشكال مختلفة للصبار. برضو انتوا ساعات تلاقوا الاشكال دي تنسيقات بتبقى صبارات مش حقيقية، بس انا عجبتني هنا الطبيعية، عاملين احواض جاهزة مسهلين علينا. في بقى الاحواض اللي بتتعلق واللي بتتحط حسب بقى انت هتحطيها فين. هنا برضو الحوض ده عجبني قوي، في كذا نوع. هنا برضو سبحان الله كل ده صبارات برضو. والنباتات بقى بأشكالها، النباتات الزينة. بص الورق دي ما شاء الله، ودي كمان. ودي عجبتني فيها زي وردة في النص كده. هنا أشجار بقى الزينة الداخلية. هنا الأثار الزرع اللي قلتلك عليها بقى أشكال وأحجام مختلفة. ما شاء الله تشكيلة كبيرة قوي، حسب بقى كل واحد وذوقه. انا حبيت اشارككم الجولة دي معايا. يا رب يكون الفيديو عجبك، وديتك فكرة كده وشجعتك على تزيين بيتك بالنباتات. وان شاء الله اشوفكم في فيديو تاني، وياريت ما تنسينيش في لايك. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.